السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أولى الهرقمة من بين الوجبات الدسمة العالية السعرات الحرارية، فهي تمثل وجبة كاملة تتعطي الجسم واحد الطاقة هائلة. هذاك الشيء علاش نديروها أكثرية في فصل الشتاء. بغينا نتعرفوا على القيمة الغذائية ديال هذه الوجبة، هذه المغربية الحرة، إذا كانت هناك قيمة غذائية وشنو هي السلبيات ديالها أولا الجانب الغير مفيد منها. هي مفيدة كلها، باش نجاوبك من الاخر، كلها مفيدة لذيدة لذيدة. علاش جاوبتك بسرعة وقلت لك كلها مفيدة؟ لأن الاستهلاك ديال الكرهين ما تيتمش أسبوعيا ولا يوميا، يعني ربما مرة في 15 يوم ولا مرة في الشهر فين تيتم الاستهلاك. حنا إلا مشينا حنا نديرو مرة في الشهر فين تيتم الاستهلاك ديال الكرهين. غالب الأحيان كاين تيديرهم بالحمص، كاين تيديرهم بالروز. المشكل اللي كاين هو الحمص والروز والزرع فالكرعين هما اللي بغينا نحلوا الكرعين، يعني كعضو قبل ما نحلوه كطبق ديال الهرقمه. فكعضو في جوج ديال النقاط رئيسيه، في نسبه كبيره من الاحماض الامينيه، الكولاجين، لا برولين باغ اكزومبل، هاد الاحماض الامينيه اللي مهمين بطبيعه الحال بالنسبه للجلد ديالنا، تيدخلوا في لا سيكاتريزاسيون بالنسبه للجروح ديالنا، مهمين بالنسبه للكولاجين ديال الجلد ديالنا. اصلا الجلد ديالنا خصو الكولاجين، تنفع من الكرعين بطبيعه الحال. جميل. فبالاضافه للاملاح المعدنيه الاخرى اللي كاينه بحال نسبه الحديد مثلا اللي كاينه في الكرعين. كاين نسبه ديال الدهنيات اللي هي شي شويه نسبيا مرتفعه، واحد شويه الكوليسترول اللي مرتفع في الكرعين. ولكن انا ما بغيتش الناس يبقاو دائما يشوفوا الكوليسترول يقولوا بان راه شي حاجه اللي هي سلبيه، لان الجسم ديالنا راه تيحتاج لواحد 300 ملغرام في اليوم ديال الكوليسترول. النقطه الاخرى اللي خاصنا نردوا البال هو ملي تناخذوا الكرعين، فقلنا حنا فيهم بروتينات وفيهم دهنيات اللي في الهضم ديالهم صعب بزاف. البروتينات تطلبوا مجهود باش نهضموهم، داكشي علاش بعض الحميات لانقاص الوزن تنعطيو دي ريجيم ايبر بروتييني، حيت الجسم تيفرز الطاقه من عنده باش يهضم هذوك البروتينات. النقطه الثانيه هما هذوك الدهون. الدهون علاش صعاب؟ لان الجسم ديالنا تيهضم على حسب عدد السعرات الحراريه، فالدهون غرام واحد تعطيني 9 سعرات حراريه، وبالتالي تيبقاو مده طويله في المعده والهضم ديالهم صعيب شي شويه كذلك. فملي تنزيدوا لهم الحمص، غنديروا حنايا الحمص وتناكلوهم بالخبز، هنا تنزيدوا واحد النسبه كبيره ديال النشويات اللي تتزاد على هذيك النسبه ديال الدهون وديال البروتينات اللي جايه من الكرعين، وبالتالي تيولي طبق غني بزاف بالسعرات الحراريه، بحيث وصعب في الهضم. ماشي صعيب بزاف. بالتالي ما خصناش ناخذو في الليل تنظن. من الاحسن ما يتخادش بالليل. النقطه الثانيه ما يتخادش الا كانوا غيكون الحمص، ما خادش يتخاد بالخبز، لان تناول الهرقمه بلا خبز كذا. انا تنقول لك حيت الا كان الحمص والزرع وغتاكلوا بالخبز مع المرقه اللي غادي تكون فيه، راه حيد لنا الزرع يلا غير الحمص، ما خاصش يكون الخبز. اولا كاينه نقطه اخرى، نشوفوا الحل الوسط، هو غتكون نسبه قليله ديال الحمص ونسبه قليله ديال الخبز. يعني بالنسبه مثلا الى انا عاده في الطاجين مثلا اكل تناخذ واحد 100 غرام الخبز، هي ليكيفالون ديال نص خبزه ديال السوق، فملي غيكون الكرعين غناخذ غير ربع، ما غناخذش النص. لان المشكل اللي يقدر يكون احنا بغينا كيفاش نستافدوا، كيفاش ما يخلقناش هذا الطبق، هذا مشكل الناس اللي غادي يتناولوا، لان الاغلبيه من بعد مشكل المعده، مشكل حريق المعده، ربما تقدر تبقى يومين والمعده عندها مشكل نتيجه الهضم، لان هذا طبق اللي يقدر الهضم ديالو يتطلب 10 السوايع 12 ساعه. يعني تقدر تاكله مع 12 الليل، مع 12 النهار عفوا، وال10 الليل راه باقي المعده ديالك فيها رواسب ديال هذاك الطبق، لان الهضم ديالو صعيب وصعيب بزاف. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو من الافضل قبل ما ناكلوا مثلا الكرعين ضروري تفاحه اولا تبصيل ديال الخضره ما طيباش، خاص خيار ضروري اولا النخاله. النقطه الثالثه اللي كاينه هو ان هذا الطبق هذا ديال الكرعين الاغلبيه ديال الحالات، وحنا هضرنا في بدايه الاسبوع على الاغذيه الساخنه، الاغلبيه ديال الحالات تناكلوه سخون بزاف، التناول ديالو سخون تيزيد من العسر الهضم ديالو، وبالتالي فماشي غناخذوه بارد ولكن يكون دافي، لان الا كان درجه الحراره مرتفعه مع هاد المكونات اللي ذكرت الان، فالهضم ديالو غادي يزيد يصعب ويزيد يكثر، غادي يبقى بزاف في المعده ديالنا. نعم. الناس اللي عندهم الارتفاع في الكوليسترول واش ممكن يتناولوا هذا الطبق ولا بطبيعه الحال لا؟ الناس اللي عندهم مشكل ديال الكلي ما خاصهمش يتناولوه، لان فيه الحمص اللي هو عامر بالبوتاسيوم، وهذه ماده البوتاسيوم اللي خطيره بالنسبه للمصابين بالمشكل ديال الكلي. كاين اللي تيقول لك غادي نحيد الحمص وغناكل غير الكرعين، لا، لان البوتاسيوم خرج من الحمص وداز لهذاك المرق ديالو، وبالتالي فهو خطير بالنسبه للمصابين بالمشكل ديال القصور الكلوي. التناول ديال الكرعين في حد ذاته
ماشي طب ماشي هو اللي غيطلع لي الكوليسترول، لان كاين اللي تيتفادى تقول لك باش ما يطلعش لي الكوليسترول، ماشي الطبق ديال الكرعين ولا غيطلع لك الكوليسترول. الا تاخذه مره في الشهر وما عندكش اصلا ارتفاع في الكوليسترول راه ما غاديش يطلع، ولكن عندك ارتفاع شويه في الكوليسترول من الافضل نتفاداوه من الافضل. اما الا غنتناولوا مره في 6 شهور ولا مره في 3 شهور بالنسبه للمصابين بالكوليسترول راه تيكون اصلا الكوليسترول تقاد وغيكون خصو يكون هبط. الناس اللي ما عندهمش ارتفاع في الكوليسترول ان بو سو فيغ بليزير مره مره، وممكن ياخذوا الكرعين سواء غنمي سواء بقري مره مره، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو ما نشوفوش فيه نظره ديال 100% سلبيه، راه حتى هو فيه الايجابيات ديالو، وخصوصا فيما يخص هاد الاحماض الامينيه. ما بغيتش ندخل فيه تفاصيل اكثر، ولكن احماض امينيه اللي هي جايه من البروتينات اللي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا. واخا سي نبيل عياشي، حنا تنحلوا الاطباق المغربيه ياك، الطبق ديال الكرعين تنديروا فيه تقريبا كل التوابل ما عدا القرفه. نعم، وكاين اللي تيدير القرفه فاش يدير حلوه، فاش يديرهم حلوين. نديرو فيه الثومه بزاف. نعم. واش التوابل والثومه ما تزيدوش من العسر ديال لاكونتخير؟ بالعكس بالعكس بالعكس، لان الثومه يعني اولا الدور ديالها بالنسبه للجهاز الهضمي، هذه مساله كنا هضرنا فيها فاش هضرنا على الثومه، من اهم الاغذيه اللي كاينه بالنسبه للجهاز الهضمي هي الثومه، ولو سوفخ اللي كنا هضرنا فيه اللي هو قلنا مزيان بالنسبه لمجموعه ديال الامور. فاعطاء ولا تناول الثومه ولا تحضير هذا الطبق شي مازال تتحضيره حتى بالحمص راه نقطه ايجابيه. علاش نقطة إيجابية؟ لأن الحمص عامر بالألياف الغذائية، والتناول ديال الحمص مع الكرعين هذوك الألياف الغذائية ديال الحمص تيساعدوا أنهم تيساعدوا باش نتخلص من هذاك الشحوم الزائدة اللي غادي تكون عندي في الكرعين. يعني التناول ديال الكرعين من الحمص أفضل من تناول الكرعين بوحدهم. غير بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال مثلا ديال لاكولوباتي فونكسيونيل ولا اللي ما تيتقبلوش أنهم يتناولوا الحمص، فبهذه الحالة بطبيعة الحال ما غاديش نبزو لهم أنهم ياكلوا حمص، ولكن المزج ديالهم بجوج ديال دائما فيه حكمة، حيت كان بإمكان نلقاو الكرعين بالقرعة مثلا ولا الكرعين بشي حاجه اخرى، ولكن الكرعين بالحمص فنقطه ايجابيه اننا نمزجوا بيناتهم. غير انا تنأكد ما نزيدوش عليه نشويات اخرى بحال الحريره، من تنزيدوا نشويات اخرى تولي المشكل في الهضم، وتولي خصوصا الان. علاش خصوصا الان؟ ولات عندنا المعده على قد الحال، المعده ديجا هل كاينها بشي حوايج قبل، فمن تنزيدوش الناس تيديروا كرعين بالمذاق حلو بالزبيب مزيان، بالزبيب وبصله ممكن طبيعة الحال ممكن. شوف نديرو الزبيب، نديرو البصلة، نديرو الحمص، ولا نديرو الثومة. الزبيب مثلا إلا دار مع الكرعين ممكن نديرو الزبيب والحمص بجوج باش نعطيو مذاق مالح ولا حلو، ولكن إضافة حيت إضافة الزبيب غيكون أفضل. علاش؟ لأن أشنو ناقصنا في الطبق؟ ناقصنا السكريات السريعة، وهذيك إضافة ماشي إن بوم لا، نشوفها بالجانب الإيجابي. هو أنك حيت راه إلا كليتي مثلا الهضمة في الغداء راه ماشي ضروري تعشى سميرا من بعد، صافي ما خاصكش تضر الماكلة. يمكن لك أنك مثلا في هذاك الصباح، لأن هذا هو التوازن الغذائي. ملي تنهضروا على التوازن الغذائي فيرتيكالمون، أشنو هو التوازن الغذائي فيرتيكالمون؟ هو أنا مثلا عارف اليوم غنوجد الهرقمة، حيت الهرقمة ما تديسيديش فيها في 10 دقائق الأخرى، لا راه تتوجدها ربما لافي. عارف اليوم غتاكل مثلا الهرقمة في الغداء، يقدر الفطور انك ما غتفطرش ولا غتاخذ مثلا تفاحه ولا كاس ديال العصير ولا شي حاجه، وغتاخذ الهرقمة مزيان في الغداء بصحه والراحه، وما غتعاودش تتعشى من بعد. المشكل اللي تنديرو حنا هو ان واخا تيكون عندنا هذا الطبق مثلا في الرطوله في الفطور ولا في العشاء، يعني بحال راه ضروري شي حاجه خصنا نديروها. فبالتالي الا كان عندك هذا الطبق هذا في الوجبه ديال الغداء، الهرقمة مثلا الكرعين بالحمص او الكرعين بالزبيب اللي غيجيبوا لك سكريات سريعه اللي غادي تدوز للدماغ باش انه تنشط الخلايا الدماغيه، فانت ما محتاجش من بعد انك تاكل شي حاجه. علاش؟ لان كاع الاحتياجات ديالك اليوميه جبتيها من هذاك الطبق.